ازيكم؟ النهاردة هنرسم نوع من انواع الطيور. هنشتغل عليه من خلال اكتر من بروسيس متنوعة. هنبدأ من خلال ستيبس. الستيبس دي هتوضح لنا حاجات كتير جدا احنا محتاجين ان احنا نعرفها عن الووتر كلر. طيب، كبداية برضو نتأكد ان احنا موجود معانا سكيز بتاع الالوان، ونتأكد انه الفرش بتاعتنا نظيفة قبل ما نبدأ شغل، عشان هنبدأ ان احنا نشتغل بدرجات فاتحة من الالوان. طيب، هنبدا ان احنا نضيف درجات خفيفه جدا تحضيريه من اللون الاصفر، اي بنفس النمط الاتي ده كده، للمنطقه الكامله بتاعه المنقار او المنقار بتاعه بتاع الطائر اللي موجود معانا. طيب، وهبدا ان انا ابلند نوعا ما. ده الستيبس الاوليه للمرحله اللي هي بتكون التحضير، وهي اللي هتلاقوها موجوده شائعه معانا جدا في كل السكتشات اللي احنا بنكون شغالين عليها في الووتر كلر. طيب، نبدا ان احنا نضيف داركر فاليوز اكتر، تونات اغمق في كل المناطق اللي انا شايف ان انا عايز اشتغل منها من الريفرنس. بعد كده هبدا ان انا اتقل اكتر فاكتر من خلال ان انا ابلند اكتر من ايه من نقطه. طيب، بعد كده هبدا ان انا استخدم بقى درجه من درجات الاورنج، وابدا ان انا ابلند اهو. اتاكد دايما ضروري ان انا وانا شغال انا بضيف تون التحضير، بعد كده بضيف عليه الميد تون او الفاينل تون اللي انا هشتغل بيه، بعد كده بستخدم جزء كبير من الميه عشان ابلند التونات مع بعضها، ما يكونش برده فيه قدر كبير من الاوفرلاي او ان هي طبقه تطغى على ايه، على طبقه او تغطيها، لان احنا زي ما قلنا احنا ما بنشتغلش بجواش، احنا بنشتغل بووتر كلر، وضروري جدا ان الروح بتاعت الووتر كلر تكون ظاهره معانا في السكتش. فنتابع كل الخطوات اللي احنا هنشتغل عليها في المنقار. بعد كده هنبدأ ان احنا نشتغل في الجزء بتاع القرنية بتاعت العين. طيب، زي ما انتم شايفين هنبدأ ان احنا نحدد بدرجة من درجات السماوي الفاتحة بنفس النمط الاتي ده كده. هبدأ ان انا اضيف بعدها اهو، هسحب جزء خفيف من المية، هحاول ان انا اسيب لسعات الاضاءة بشكل طبيعي. بعد كده في البقرة اللي جوه هبدأ ان انا اضيف تون باللون الاسود بحيث ان هو يغطي المنطقة دي او ان هو يحد عليها. طيب، بعد كده هبدأ ان انا احدد بقدر بسيط ما بين اطراف اهو، هبدأ ان انا اضيف تون خفيف او من درجة من درجات الازرق
بنفس النمط الالي، بحيث ان هي تدي تجسيد على القرنيه نفسها ما بين اماكن الظل والنور اللي موجوده فيها. بدل ما استخدم بلاك مثلا في النقطه دي، انا بستخدم جزء من درجات الايه الازرق الغامق. طيب هبدا بعد كده ان انا اضيف. دلوقتي هستخدم يا اما بلندر، يعني في الحاله اللي انا شغال عليها دي، يا اما هنستخدم بلندر، يا اما زي ما عملت قبل شويه ان انا اجيب فرشه وابلها ميه وابدا ان انا ايه ابلند الاجزاء، بحيث ان انا اجسد الجزء بتاع العين. والكلام ده موجود في كل انواع العيون اللي احنا هنكون شغالين عليها، ان انت بترسم جزء بعد كده بترجع ان انت ايه تبلند عليه. طيب بعد كده هبدا ان انا اشتغل بقى احدد بقى العين كامله، وابدا ان انا احدد كل التفاصيل وادرج بقى الايه الشكل بتاع الايه الراس نفسها. يعني انا هدي داركر فاليوز كتير، وبعد ما ادي داركر فاليوز كتير انا هاجي بفرشه عليها ميه. زي ما شايفين نبدا احنا لسه بندي داركر فاليوز. طيب قلنا ما بنفرش وتن ثابت، يعني من وقت للتاني انا باخد ميه على الفرشه وبنضف الفرشه في المنديل. بعد كده ابدا ان انا اضيف التونات اللي انا عايز ايه اشتغل عليها. هنا في درجات من الازرق فانا عايز استخدمها، اهو بننضف بالفرشه اول باول واخد ميه، بحيث ان هو تديني ايوه التدريج اللي احنا شايفينه موجود قدام معانا في السكتش بنفس النمط الاتي ده. هنكمل على بنفس الكونسيبت ده في اكتر من جزء في البغبغان.
بعد كده هنبدأ بقى نشتغل على الغصن اللي هو واقف عليه. فانا هبدأ ان انا ادي اهو عن معايا قدر كبير جدا من المية، هحاول ان انا اتفادى بحيث ان انا اوضح يعني تجريد بسيط للشكل بتاع الغصن اللي هو واقف عليه، يكون معايا نسبة كبيرة من المية. عايز اتقل بقى بعد ما انا اديت الفرش الاولي، على اساس اقدر ان انا ادي تاتشات خفيفة كده توضح لي بس الايه ان ده غصن او غصن شجرة هو واقف ايه الطائر بتاعنا واقف عليه. طبعا زي ما شايفين في الخطوات اللي فاتت ان احنا فرشنا تون وعملنا بليندنج، نفس الخطوة اللي احنا عملناها في الراس اللي احنا كنا شغالين عليها بس على نطاق اكبر، مراعاة لاماكن الايه الظل والنور اللي موجودة معانا في الايه في السكتش او الريفرنس اللي احنا شغالين من خلاله. طيب نتابع بقى كل الخطوات الجاية عشان هنبدأ نضيف فاليوز اكتر عشان نجسد الشكل اللي موجود معانا. بعد ما اتاكدت ان الجزء بتاع المنقار نشف، هبدا ان انا ادي بقى الفاينل تون اللي انا شغال عليه وهو درجه من درجات الاورنج الغامقه. هبدا زي ما انتم شايفين اهو انا بضيف التون، ضروري جدا ان انا اخد من الفرشه ميه عشان اخد ابلند الكلام ده كله ايه مع بعض، ان انا ما بفرشش سوليد كلر، لا انا عايز كلر جاي بفيدنج او التونز جاي بفيدنج، يكون في مناطق سايحه وفي نفس الوقت جايه بتدرج، مش تون ايه ثابت. نفس النمط الالي ده هبدا اتقل في المناطق اللي انا شايفها موجوده في الريفرنس تقيله، وابدا ان انا على طول اهو بميه اخد ميه في الفرشه، وبعد كده ابدا ان انا ايه اتقل في المناطق دي. نتابع بقى كل المراحل دي. هبدأ ان انا اشتغل في الخلفية بتاعت الطائر، فهبدأ ان انا افرز بنفس النمط الاتي ده كده، انا بندي بس تحضيرات خفيفة من اللون. طبعا احنا هيكون في تداخل ما بين اكتر من لون للباك جراوند اللي احنا هنكون شغالين عليها دي، بحيث ان هي توضح الشكل بتاع الايه السكتش. زي ما قلنا الباك جراوند انا بحط جزء من مية كبير في الخلفية، وبعد كده ببدأ ان انا بالالوان ادي التداخل، احط كتلة، ابدأ ان انا اسيح. فنتابع الخطوات دي كويس جدا عشان دي من الحاجات المهمة اللي بتعرض السكتش اللي احنا ايه شغالين عليه.
في المرحلة دي بقى هبدأ ان انا اخد لون ابيض. اللون الابيض ده ممكن يكون جواش، ممكن يكون بوستر ابيض، وزي ما انتم شايفين باخد على جزء من الفرشة، بحط قدر خفيف من المية بحيث ان انا اخفف الابيض، وبعدين ابدأ ان انا اخبط على الفرشة بحيث ان هي تديني النقط زي ما بنعمل مثلا في اللوح بتاعة الجالاكسي او غيره، بحيث ان هو يديني لسعات اضاءة تدي للشكل ايه اجزاء. وفي نفس الوقت احنا بنستخدم الحاجات دي، هنلاقي ان احنا استخدمنا التكنيك ده موجود في الرمان، وهنلاقي ان استخدمناه في الرسمة بتاعة الكمثرى في نفس الكورس ده، فهي من التكنيكس المشهورة جدا و يعني شائعة الايه الاستخدام. استشار بعد ما تطبق ان انت تنشر الشغل بتاعك على جروب التدريب الصيفي لكليات الفنون والهندسة، عشان لو في اي تعليق او في اي حاجة نبدأ ان احنا نقول لك عليه. اشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.